السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم سنقوم بعمل تجربة استهلالية بعنوان فيما تختلف الفطريات. نجد هذه التجربة في صفحة 121 في كتاب الأحياء للصف الأول الثانوي. نحن نعلم أن الفطريات تقسم إلى 4 شعب بناء على تركيبها وطرائق تغذيها وتكاثرها، وتظهر الفطريات مجالاً واسعاً من التنوع. اليوم سوف نقارن بين 3 أنواع من الفطريات. الآن سوف نصف كل فطر وصفاً كاملاً من حيث اللون والشكل والحجم والوسط المناسب لنموه. لدينا هنا عفن الخبز، فطر المشروم، والخميرة، وورقة وقلم لتسجيل الملاحظات. أولاً عفن الخبز من حيث اللون، لونه أخضر مسود. فطر المشروم لونه أبيض، والخميرة لونها بني فاتح جداً. من حيث الشكل، عفن الخبز لو رأيناه بالمجهر سنلاحظ أنه خيوط، أما فطر المشروم فشكله كالمظلة، والخميرة دوائر صغيرة جدا. الآن سنقارن بينهم من حيث الحجم والوسط المناسب للنمو. عفن الخبز حجمه صغير، المشروم حجمه كبير، وأخيرا الخميرة حجمها صغير. من حيث الوسط المناسب للنمو، فعفن الخبز ينمو في المواد الغذائية. هذه قطعة خبز نمت عليها فطريات فأصبحت بهذا الشكل، وهنا المشروم ينمو في اليابسة، والخميرة تتنوع في مواطن بيئتها.